والله اشتقنا والله اشتقنا. جاء رمضان، جاء شهر الخير والمحبة والسعادة والطاعات والعبادات. اشتقنا رمضان اشتقنا، صلت شهور فارقنا يا محبوب. برنامج 15 دقيقة حياة. الرب بيعتنا يا محلى. تقبل الله صيامكم وقيامكم. نتمنى لكم أوقات ممتعة معنا. والله اشتقنا والله اشتقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أخواتي أعضاء ومتابعين فريق فرسان التحدي في كل مكان، تحياتي لكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة، وكل عام وأنتم بخير، وكل رمضان وأنتم في صحة وعافية، أعاده الله عليكم باليمن والبركة والمغفرة وتقبل الطاعات والعبادات، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، إنه سميع الدعاء. تحياتي لكم في حلقة جديدة من برنامج ربع ساعة حياة الذي يقدم لكم من قناة فريق فرسان التحدي، نتمنى أن ينال رضاكم. في هذه الحلقة وهي الحلقة الخامسة نتحدث عن شيء مهم هو يميز الشعوب ويكون عنوان لتقدم الشعوب، ألا هو احترام الوقت. الوقت وللأسف في دولنا العربية وعند شعوبنا العربية يكون ليس بالأهمية المطلوبة، الاهتمام بالوقت ليس بالمستوى المطلوب للأسف. على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي ربما يكون بعض الاهتمام بالوقت مثل مواعيد الدوام الرسمي، مثل مواعيد العطل الرسمية، ربما المواعيد المهمة ربما تكون ماخذة أهمية بالشكل الكافي، لكن على المستوى الشعبي لا، انسى، لا يوجد أدنى اهتمام بالوقت للأسف. يعني الذي يقول سأراك في الساعة 10 ربما للعشرة ونص، ربما حتى 11، يعني ما فيش أي مشكلة. حشوفك أمتى؟ حشوفك المغرب أو ربما العصر وخلاص. طيب المغرب أي ساعة مثلا؟ أو حشوفك بعد العشاء، أي ساعة بعد العشاء؟ عندي الساعة 8 بعد العشاء والساعة 11 بعد العشاء. يعني لا توجد أي دقة بالوقت في المواعيد. اللي بتقول له الساعة 8 بيجي لك 8 ونص، بيجي لك 9 الا ربع، مفيش أي مشكلة. يعني يكتفي بكلمة آسف، المواصلات، أي حجة وأي عذر. للأسف يعني الوقت دليل رقي الإنسان، دليل دقة المواعيد، من أجمل ما يكون احترام الموعد. وبالتالي هو كلمة الإنسان لما يقول الساعة 9، يعني الساعة 9 مش 9:05 أبدا. احترام الكلمة، احترام الموعد، احترام الشخص المقابل. لما أعطيت كلمة وموعد إنه في شخص على الانتظار، ربما الشخص الآخر لا يحترم الوقت، لكن هذا يكون من باب ثاني، من باب نقاش آخر. لكن الفرضية رقم واحد إنه هذا الشخص يحترم الوقت ويكون على الانتظار. تكلمت وأعطيت موعد وأعطيت كلمة إنه الساعة 9، خلاص تكون الساعة 9 وليس أي وقت آخر، حتى لو 10 دقائق. هذه هي الفرضية أو هذه هي المبادئ اللي تعلمناها واللي تربينا عليها. نتمنى أن تكون الأجيال الصاعدة مهتمة بالوقت أكثر. ونحن في رمضان التركيز يكون على الوقت. يعلمنا الله سبحانه وتعالى بشكل مباشر أو غير مباشر هو احترام الوقت، باحترام وقت الأذان، احترام وقت الإمساك، احترام وقت الإفطار، الصلوات بمختلف أوقاتها، كلها احترام الوقت. رب العالمين عايزنا نهتم بالوقت، وأعطانا أجر أكبر للي يحترم الوقت. نعم أعطانا سماح، لأنه دين الإسلام دين السماحة، كل شيء يؤدي إلى الوقت. احترموا الوقت. من أدق وحدات قياس الوقت هي الثانية. تعالوا نشوف ماذا يحصل في هذه الثانية. الثانية البسيطة اللي هي 60 ثانية تكون دقيقة. احنا ما نحترم حتى الساعة، يعني شوف الثانية التي لا تقارن بأعلى وحدات قياس الزمن. لكن تعالوا نشوف الثانية ماذا يحصل فيها حول العالم.
الثانية الواحدة. في الثانية الواحدة سكان الولايات المتحدة اللي هي تقريبا أكبر دولة في العالم تستهلك 912,272 كيلوغرام من الطعام، وبالتالي ترمي بنفس الوقت بنفس الثانية الواحدة 912,272 كيلوغرام من الطعام في النفايات، يعني ترمي نفس كمية الطعام التي تستهلكه في الثانية الواحدة. شوف العدد المهول من استهلاك الطعام في دولة واحدة. صحيح هي تقريبا أكبر دولة في العالم، لكن رقم هائل، رقم هائل لاستهلاك الطعام في الثانية الواحدة 912,272 كيلوغرام في الثانية الواحدة. نأتي إلى أضعف مخلوقات الله، من أضعف مخلوقات الله، شوف ماذا تعمل في الثانية الواحدة. النحلة، النحلة تحرك جناحها بالثانية الواحدة، يعني جناح النحلة هذا الجناح البسيط تحرك جناحها طالع نازل 270 حركة في الثانية الواحدة. شوف هذه الثانية اللي ما إلها قيمة، نحن نستهين بالساعات، لكن شوف الثانية ماذا يحصل فيها. البرق، ظاهرة البرق، طبعا الكل يجمع أنه ظاهرة البرق تشاهد في الشتاء أو تحدث في الشتاء، لكن شوف البرق في الثانية الواحدة يضرب الأرض، يعني الزوبعة الرعدية أو ظاهرة البرق اللي تضرب الأرض 6 مرات في الثانية الواحدة. لكل ثانية 6 مرات البرق يضرب الكرة الأرضية حول العالم. هذا بالنسبة لظاهرة البرق. أعلى منتج في الأسواق العالمية اللي هو مشروب الكوكاكولا العائلي حول العالم. مشروب الكوكاكولا في الثانية الواحدة تباع منه 10,450 زجاجة حول العالم في الثانية الواحدة، تشرب أو تباع 10,450 زجاجة كوكاكولا حول العالم في الثانية الواحدة. لعبة باربي للبنوتات الصغار، للفتيات الصغار، هذه العرايس باربي أكيد عارفينها أنتو، هذه العرايس الصامتة اللي هي رغم عزوف الأطفال عن الألعاب الصامتة، الاهتمام يكون دائما بالألعاب التقنية أو التكنولوجية، لكن ألعاب باربي تباع تقريبا 3 قطع في الثانية الواحدة حول العالم. هذه الألعاب البسيطة، العرايس اللي يلعبون فيها البنات الصغار، تباع 3 قطع في الثانية الواحدة. منتج أحمر الشفاه للسيدات يستهلك 60 قطعة في الثانية الواحدة حول العالم. منتج أحمر الشفاه التي تقريبا السيدات المتحضرات يحملونه في شنطة اليد في كل مكان، يعني أينما ذهبوا. بالنسبة للسيدات اللي يهتمون في أدوات التجميل ومستحضرات التجميل، فأحمر الشفاه يباع منه أو يستهلك منه 60 قطعة في الثانية حول العالم. حتى الحلزون، هذا الحلزون اللي يعرف ببطئه في الحركة، يقطع عند هطول الأمطار، هو يحس بهطول الأمطار، يقطع 2 سنتيمتر في الثانية الواحدة، وهو معروف بضعف الحركة، يعني بطء الحركة. الحلزون يحترم الوقت ويسرع في حالة الخطر إلى أن يصل إلى مسافة 2 سنتيمتر في الثانية الواحدة. نتمنى أن نكون مهتمين أكثر بالوقت، نتمنى أن نحترم الموعد، نحترم كلمتنا على الأقل عندما نذكر الوقت ونقول الساعة 9، يعني الساعة 9 وليس الساعة 9:30 ولا 10:15. احترام الوقت يا جماعة الخير. أتمنى أن لا أكون قد أطلت في الحديث. تحياتي لكم، وإن شاء الله تكونوا قد استمتعتم في هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنيتي الهلالك والله اشتاقوا لك أحبابك، اشتاقوا لجمعة صلواتك يا شهر الخير لأمتنا، اشتاقوا لجمعة صلواتك يا شهر الخير الأمتنا.